وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، أطل عليكم عبر قناة روتانا خليجية، أكيد من عاصمتنا الحبيبة الرياض. رح أكون معكم مباشرة ساعتين على الهواء في حلقة فيها مواضيع كثير ومتنوعة. خلينا نشوف أبرز عناوينها. ولي العهد يشهد ختام سباقات فورمولا إي في الدرعية. الرحلة أول فيلم سعودي بتقنية دي إكس فور قادم لصالات السينما حول العالم. ولاية فيكتوريا الأسترالية تحظر مواد البلاستيك بحلول 2023. وغرامة 10 ملايين والسجن 10 سنوات عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المرخصة. ساكورا عربة آيس كريم لسعوديات يتحدثن لسيدتي عن التحديات في زمن الكورونا. قبل ما نبدأ أولى فقراتنا اليوم، اسمحوا لي أني أشكر التقدمة الرائعة لليوم وهذه الضيافة اللي قدموها لنا أكيد من مون سويت. شكرا لهم ويديهم العافية، يعني تنوع وإبداع بأيدي بنات السعودية اللي دائما يبهرون في كل ما يقدمون. خلونا نبدأ أولى أخبارنا لليوم. شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس منافسات الجولة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021 لليوم الثاني والأخير، والذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي. نقلنا لكم أجواء هذا اليوم الأخير من هذا الحدث العالمي، خلونا نتابع هذا التقرير. شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أمس السبت ختام منافسات الجولة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021، والذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي. فور وصول ولي العهد إلى مضمار السباق، كان في استقباله وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. أقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة ليلاً بمشاركة 12 فريقاً عالمياً على مدى يومين في حلبة الدرعية، وهي مضاءة بتقنية LED ذات الاستهلاك المنخفض، والتي تعمل بالطاقة المتجددة، وذلك لأول مرة في تاريخ السباق في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية المتماشية مع برامج رؤية المملكة 2030. القطاع الرياضي في المملكة يعاصر قفزات نوعية وكبيرة على مستوى العالم في ظل الدعم غير المسبوق من ولي العهد وحرصه ومتابعته المستمرة، التي أسهمت في نجاح القطاع في استضافة وتنظيم أحداث وفعاليات رياضية عالمية. وبهذه المناسبة رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حافظه الله على تشريفه وحضوره ختام سباق الفورمولا إي الدرعية 2021، مؤكدا أن هذا الحضور يعد تجسيدا لاهتمامه وحرصه حفظه الله. الله، حدث عالمي ورائع وعظيم يليق بالسعودية العظمى، يعني رغم الظروف اللي يعيشها العالم في الإغلاق ومحاربة كورونا، إلا أننا مستمرين في الاحتفاء بكل ما هو يرفع اسم المملكة العربية السعودية. ننتقل إلى خبرنا الثاني.
نعم هناك طبعا يعني خبرنا الثاني، يمكن كلنا شفنا هذه الاحتفالات، هذا الحدث العالمي، حضور سمو ولي العهد الرائع اللي بالفعل كلنا كنا أمام الشاشة ننتظره. خلونا نشوف هذا الفيديو في تفاعل الناس مع سمو ولي العهد ليلة أمس. الرجل يجلب البهجة والسعادة والنجاح والعظمة كيفما خطى وأينما خطى، يعني بالفعل لما نشوف الأمير محمد بن سلمان نشعر بالفخر والاعتزاز، وإننا قوة عظمى يعني حقيقة الحمد لله على هذا الوطن العظيم. ننتقل إلى خبر ثاني، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد إطلاق عدد من الطائرات المفخخة أمس السبت من قبل ميليشيا الحوثية الإرهابية، وأكد أنه تم اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه جازان، وأخرى أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشير، وأيضا اعتراض وتدمير هجوم باليستي من الميليشيا الحوثية تجاه الرياض، واعتراض وتدمير طائرة ثالثة مفخخة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية. وأشاد التحالف بكفاءة واحترافية قوات الدفاع الجو الملكي السعودي في تدمير التهديدات والمحاولات الحوثية بالهجوم البالستي. بينما نخط اسم المملكة العربية السعودية في قائمة الدول العظيمة، هذه هي السعودية العظمى، وبرغم الأحداث وبرغم ما نعيش من نجاحات هناك من يحاول أن يعبث بهذا الأمن والأمان. شكرا وطني المملكة العربية السعودية، وشكرا لرجال الأمن ورجال الحرس الملكي للتصدي لكل ما من تسول له نفسه حقيقة في العبث بهذه الدولة وبهذا الأمن الذي نزدهر به ونعيشه. ونشرت وكالة الأنباء السعودية صور من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض لآثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ البالستي ليلة أمس. الحمد لله لم يصب أي أحد، ونقول لهم الحمد لله على السلامة، والحمد لله إننا نعيش في أمن وأمان في هذا الوطن. ننتقل إلى خبرنا الثالث، أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة مسك الخيرية عن عرض الفيلم السعودي الياباني الرحلة بصالات السينما خلال صيف هذا العام، كأول عمل سعودي يعرض بتقنية DX4. تدور أحداث الفيلم الملحمي في شبه الجزيرة العربية قبل نحو 1500 عام، مستعرضة قصة بطلها أوس بن جبير، ونفذ الفيلم بتعاون بين رسامي الأنيميشن اليابانيين المحترفين والمواهب الشابة من الرسامين السعوديين. أكيد إحنا في انتظار هذا العمل الملحمي المهم حقيقة، ودائما نقول نتمنى إنه تكون هناك قصص بالأنمي تسلط الضوء على أبطال أو تاريخ في الجزيرة العربية، والجميل في الموضوع هو تبني الكوادر السعودية الموهوبة في هذا المجال. ننتقل إلى خبرنا التالي، فعلت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة في مختلف مستشفيات مناطق المملكة والتجمعات الصحية. تأتي هذه المبادرة تواصلاً لاهتمام الوزارة بهذه الفئة من المرضى ودعمهم وتسهيل جميع الصعوبات أمامهم لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
ألقت شرطة الرياض القبض على شخص تباهى بإطلاق أعير نارية في الهواء من سلاح ناري، وقام بنشر ذلك في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي. صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريدس أن شرطة الرياض تمكنت من تحديد هويته وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة. طبعا في خبرنا الأخير دراسة حديثة تثبت أن المكملات الغذائية بالإضافة إلى الفيتامينات من الممكن أن تكون مفيدة في منع فيروس كورونا أو حتى تقليل شدة المرض إذا تم اكتشافه. لذلك اكتشف بعض الباحثين أن لهذه المغذيات آثار لتقوية الجسم والمناعة ضد هذا الفيروس، فاستخدام المكملات وخاصة فيتامين جيم وفيتامين دال وفيتامين بي 3 جزء من الوقاية الأولية والثانوية من فيروس كورونا. يعني في بداية ظهور كورونا تذكر العام الماضي لما كانوا الناس يقولوا لازم ناخذ فيتامينات عشان نقي نفسنا ونعزز المناعة وناخذ أعشاب وغيره، وكانوا يقولوا لا مو ممكن ينفع يمكن لا، ولكن الدراسة أثبتت خلاف ذلك. يعني الأكل الصحي المليء بالفيتامينات وممارسة الرياضة وأخذ المكملات الغذائية بإذن الله رح تقينا من هذا المرض. وإلى خبرنا التالي، أعلنت وزيرة البيئة بولاية فيكتوريا الأسترالية أنها ستحظر استخدام مواد بلاستيكية محددة للاستخدام لمرة واحدة مثل أدوات المائدة وغيرها في بداية عام 2023، وراح يبدأ التطبيق على جميع المقاهي والمطاعم، ويشمل المنع الأطباق البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط وأدوات تحريك المشروبات وأوعية الطعام والشراب المصنوعة من البوليسترين وأعواد القطن البلاستيكية. محاربة البلاستيك بجميع أشكاله، يعني يمكن بدأت في أوروبا بأنها صارت تضع تسعير على أكياس البلاستيك وأنه ينصح الناس بالاتجاه باستخدام الأكياس أو خلينا نقول الشنط اللي هي صديقة للبيئة عند التسوق، وأيضا إذا طلبت أنك كيس بلاستيك راح تدفع عليه فلوس، هذا شيء جدا عظيم، وأنه يحظروا استخدام هذه الأدوات البلاستيكية المنتشرة اللي بالفعل بتضر البيئة. وهذه السنوات الطويلة اللي كنا بنستخدم فيها هذه المواد وجدت أثارها طبعا على البيئة وإضرارها بالبيئة، فأتمنى بالفعل أنه يعمم هذا الموضوع في جميع أنحاء العالم. في خبرنا التالي، يطور علماء من اليابان طريقة مبتكرة تغير طريقة عمل المخ لدعم ثقة صاحبه لتخليصه من الخوف، وأنه يقدر يصير أكثر شجاعة وجرأة. اعتقد العلماء أن هذه التقنية لها القدرة على علاج الحالات النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة أو الرهاب أو الفوبيا والقلق، وما زالت هذه التقنية في بداية اكتشافها، ولكن باحثين يابانيين توصلوا إلى أنها ناجحة في العديد من الحالات. حقيقة الخبر هذا ذكرني برواية ليوسف السباعي، أعتقد اسمها أرض النفاق، لما كان هو ما عنده شخصية ويروح يأخذ الحبة حقة الجراءة والحبة حقة الصراحة، وأنه يبدأ يصير جريء أو صحيح أو صريح أو ما ينافق، فإنه يوصل لهذه التقنية مين يصدق أنه ممكن هذه الأشياء تصير حقيقة. عموما مشاهدينا، احنا كده انتهت جولتنا الإخبارية، مكملين معاكم فقراتنا ولكن بعد الفاصل. العلاج بالفن والرسم أسلوب لعلاج بعض الأمراض النفسية.
على مدار السنوات الماضية خاض الإنسان تحديات كثيرة للسيطرة على الاضطرابات النفسية اللي تصيبه أو تصيب من حوله، وتكون أحياناً أشد خطورة على حياته من الأمراض العضوية. ومن الأساليب اللي نسمع عنها هي العلاج بالفن. خلونا في هذه الفقرة نتعرف على مفهومها وتفاصيلها مع ضيفتنا في الاستوديو. أكيد نرحب بالأخصائية النفسية منى العرفج. أهلا وسهلا بك يا منى. منى أنت أخصائية نفسية ومهتمة كمان بموضوع العلاج بالفن. صح. ولكن لو تدينا فكرة، ما هو العلاج بالفن؟ العلاج بالفن نوع من أنواع العلاجات الكثيرة في تخصص علم النفس. في العلاج بالفن يسمح للشخص بأنه يعبر عن نفسه أفكاره ومشاعره من خلال العملية الفنية اللي يقوم فيها. لما نقول إحنا علاج بالفن، إحنا هنا المفهوم شامل أكثر، في مثلا في رقص، في عن طريق الموسيقى، في عن طريق الكتابة، في عن طريق الشعر. بس أنا لما أجي أقول يعني العملية الفنية العلاجية، أنا أجي هنا بس للفنون البصرية اللي هي مثلا رسم، تلوين، طلاء، حتى تشكيل النحت يعني. طب وحضرتك مهتمة بالعلاج بأي فن من هذه الفنون؟ أنا من خلال الجلسات اللي أسويها أنا أكثر شيء تركيزي على الرسم. فأنا أسمح هنا من خلال يعني الأشخاص اللي يجون يحضرون معي أنهم يعبرون عن مشاعرهم عن طريق الألوان، الأشكال، أصنع لهم أو أعطيهم مساحة حرة أنهم يعني يكونون قريبين جدا من أنفسهم، بحيث أنهم يعبرون بطريقة بعيدة جدا عن الكلمات، عن الصعوبة في التعبير أحيانا، عن الحرج أحيانا. كثير من الأشخاص أنه ما يعبرون خوفا من الحكم اللي راح يصدر عليهم أو خوفا من نظرة الناس، فمع اللوحة والألوان مساحة خاصة جدا يقدرون يسقطون كل ما في أنفسهم، كل يعني خصية. لكن كيف تأثر هذه الجلسات على الحالة النفسية للمريض؟ صحيح، عادة في العيادات أو في المستشفيات يستخدم العلاج بالفن كجزء من الخطة العلاجية. تساعد المريض أنه يقدر يتغلب، مثلا الشخص اللي عنده مخاوف يقدر يتغلب عن مخاوفه. مثلا في أشخاص خوف من نظرة الآخرين أو حكم الآخرين عليهم، فهو لما تعطينا مساحة أنه أنت تقدر ترسم بالشكل اللي أنت تبغاه، ما في قاعدة، ما في شيء صح، ما في شيء غلط، ولا في يعني أحد في الأخير راح يصدر حكم على العمل اللي أنت راح تسويه. هنا أنت عطيتي يعني مساحة آمنة، هو يقدر يكون فيها نفسه أكثر، فتساعده هنا أنه يعرف قيمة نفسه، يعرف حتى لما ينتهي من العمل ويشوف العمل اللي طلع معه ترتفع شوي عنده تقدير الذات. فأنت ساعدتيه بشكل من الأشكال في عملية العلاج هذه. وأحيانا تستخدم يعني في التشخيص، في جلسة التشخيص يرسم رسمة معينة، وبعدين نتطرق للتحليل هذه الرسمة، تطلع معك رموز قد تساعدك على تشخيص هذا الشخص. طيب يعني من واقع خبرتك وتجربتك طبعا في هذا المجال، كلمينا عن الحالات اللي ينفع معها هذا النوع من العلاج، العلاج بالفن، وهل تحسنت هذه الحالات، وكم جلسة في الغالب يحتاجها؟ شوفي، للأمانة الجلسات اللي أنا أسويها أنا أستهدف فيها الجميع. يعني أنا أرى بأنه الكل قادر على التعبير بهذه الطريقة، والجميع يحتاجها بشكل من الأشكال. أنا ما أقدر أجي وأحصرها بس للناس مثلا اللي يعانون من اضطرابات، أو الناس اللي حصل لهم فرصة أنها تزور مختص أو طبيب نفسي وأنه يقول لها تحتاجين أنك تاخذين جلسات فن علاجي. فأنا أقول أنها هي تستهدف الجميع، الجميع يقدر يستفيد منها، لكن كأشخاص يعانون من اضطرابات معينة قد تساعدوا بشكل كبير. يعني أنا حضروا معي ناس كثير مثلا عندهم يعانون من القلق وعندهم خطة علاجية هم ماشيين فيها، واستفادوا كيف؟ بأنك أنت تكونين في بيئة مفتوحة وتكونين قدام الناس، تتخلصين من الأفكار الملحة دائما عليك أنه أنت مثلا في حالة خوف، أنا طيب شلون بتكون النتيجة؟ وش بسوي؟ هل تعجبهم ما بتعجبهم؟ أنا أسوي شيء صح؟ أسوي شيء غلط؟ فتتخلصين من هذه كلها الأفكار بأنك تعيشين لحظات أنت تركيزك كامل على اللوحة. فزيادة التركيز هنا يقدر يجعلهم أكثر هدوء.
داخليا، فأنا هنا ساهمت في مرحلة العلاج. فهي أنا ما أقدر أقول مثلا الشخص اللي عنده قلق أو عنده اكتئاب أو يعاني من اضطراب بعد الصدمة تنفع له وشخص ثاني لا، كل الأشخاص تنفع له. يعني هي تعتبر مكملة لعلاجات مكملة أخرى؟ مكملة لعلاجات الأخرى. نعم، يعني ما ينفع أنه إنسان يستخدمها كعلاج للفن وحده، لازم مثلا إذا كان يعاني من اضطرابات أخرى لازم يكون فيها جلسات مع الطبيب المختص، لازم يكون فيها ممكن أدوية إذا كانت له؟ هنا إذا كانت مثلا جلسة العلاج بالفن ضمن الخطة العلاجية لا هي بتكون مكملة، لكن في الجلسات اللي أنا أسويها لا، هي تستهدف الجميع، مو شرط يكون عندك اضطراب أو أنت عندك مشكلة معينة، أحيانا قد تكون بس صعوبة في أن أنا أفهم نفسي، صعوبة في التعبير. أنت تعرفين يعني في مجتمعنا جدا صعب على الإنسان أنه يعبر عن مشاعره ويعبر عن نفسه دائما، فالجميع يحتاج أحيانا خلينا نقول وسيلة أخرى أنه يقدر يوصل فيها مشاعره ويعبر عن نفسه بدون تكلف، بدون ما أخاف أحد يفهمني بطريقة غلط، بدون ما أخاف من حكم آخرين. صح. أو أنا أصلا أحيانا ناس كثير يعني حتى حضروا معي أشخاص مختصين يعني من نفس المهنة كأخصائيين نفسيين حضروا معي هذه الجلسة، هم محتاجين يكونون هم بكل بساطة يعني بعيدا عن الصورة المثالية اللي إحنا دائما نبغى نحافظ عليها. طيب أدينا فكرة عن مراحل العلاج، يعني مثلا أدينا حالة من الحالات اللي أنت بتعالجيها وجدت الاختلاف ونفع مع العلاج بالفن أو بالرسم خلينا نقول من البداية لين ما انتهى هذا الكورس خلينا نقول. تمام. واحدة من أنا ما بسميهم حالات، واحدة من الأشخاص الجميلين اللي اشتركوا معي في الجلسات، في أول جلسة لنا كانت يعني عندها تردد في كل شيء، يعني خوف. فبعد الجلسة الأولى وبعد ما تكلمت معها كانت ردة فعلها أنه قامت تبكي، أنه أنا في مشكلة وأخيرا كأنه أحد فهمني وقدر يوصل لي هذه تراها مشكلة موجودة فيك. بعدها أنا ما حسيت أنها تحتاج إلى أنها تأخذ مثلا جلسات إرشادية معي، فبس أعطيتها يعني مثلا طرق أنه كيف مثلا تتخلص من هذا الخوف والتفكير الزائد وأشياء وجهتها لها. بعدها صار حظر واضطرنا نوقف جلسات ونوقف أنشطة، بس كان لي تواصل معهم عن بعد. بعدها أول ما رجعنا حضرت معي أول جلسة كانت البنت مختلفة يعني بنسبة كبيرة عن الشخص الأول اللي قابلته، كأنها لقت نفسها يعني واكتشفت نفسها من جديد. في نهاية السنة حضرت معي وكانت تقول أنا كأني انولدت من جديد، أنا شخص آخر. هي يعني مو كخطة علاجية أنه أنا أجيب الشخص وأقول له أنت ترى كذا وأعطيه تشخيص وأعطيه، لا أنا ممكن أعطيك توجيهات تساعدك أنه أنت تكتشف ذاتك وتكتشف نفسك ومن هنا تبدأ رحلة التغيير. حلو. أنت معاكي بعض اللوح والرسومات هذه؟ صحيح. اللي بعض الحالات يعني حقيقية هم رسمينها؟ أي هذا الناس اشتركوا معي واستأذنتهم، أنا أحب في خصوصية. طيب ورينا كيف تفسيرك لهذه الصور أو إيش تعني لي، كيف الآن لما الشخص يرسم صورة كيف بتقدر تشخصي من خلال هذه الرسمة؟ تمام. بداية التحليل يكون على أسس معينة، مثلا على من وين بدأ الرسمة، وين انتهى، على الألوان اللي اختارها، تدرج الألوان، على أنه كيف مراحل بناء اللوحة. في ناس ترسم بعدين تطمس بعدين ترجع ترسم. صح. من جديد. وللأمانة أنا كأخصائي نفسي من يدخل الشخص عندي أنا يعني ألاحظ كل تصرفاته، يعني أنت تهمي بالتفاصيل يعني مو بس الشكل النهائي اللي يطلع في الأخير، مسكة الفرشة، ضغطة الفرشة على اللوحة، اللون نفسه كلها تعني لي أشياء معينة. هذه اللوحة مثلا اشرحي لنا هذه اللوحة، أنا حسبتها بالطول. لا. هي بالعرض؟ إيه، لأنه شوف التاريخ. صح هنا. صح. فمثلا هذه اللوحة أنا كيف أفصلها للشخص اللي قدامي أو كيف أحلل إياها، قسمها ثلاث أجزاء، شعورك السابق، شعورك الحالي، وشعورك في المستقبل. أنا أبدأ مثلا الجزء الأيسر يمثل لي الفترة راحت، فمن اختيار اللون من ضربات الفرشة واضح أنه هنا يعني كأنها فترة ما كانت مريحة، كان فيها مشاعر كثير متغيرة، لأنه حتى مو جاية اللوحة متساوية جدا، جاية متغيرة ومتقلبة. في النص هنا استخدم اللون الوردي. اللون الوردي عموما دائما يعبر عن أنه كأني أحتاج أكون أجرى، أحتاج جرأة معينة، أحتاج أكون قادر أني أعبر عن نفسي عن مشاعري بشكل أكبر، لأنه ما هو لون غامق مثلا أحمر ولا هو لون أفتح.
اللون الرمادي دائما يعطيني، تعرفين اللون الرمادي لون محايد. ما هو اسود ولا هو ابيض. احيانا يمثل لي شعور، عرفتي مرحله اللي خلاص تعب، عدم محاولة، أنا وصلت، ما عاد أبغى أحاول، ما عاد أبغى أجرب أشياء زيادة. فهنا نقدر نقول كأن في نظرة حرجة من الوقت الجاي أو المستقبل. بهذه الطريقة وأنا أتكلم معاهم هم يبدون ينفتحون، فيقولون صح، أنا مثلا الحين ماني قادر أخذ قرار، أنا في العمل ماني مرتاح، أنا توني طالع من مثلا مرحلة انفصال، أنا حصل لي كذا وكذا. فنبدأ الحوار. مرة ما شاء الله عليك، يعني شيء جدا رائع يا منى. يعني بس انت ايش اللي شدك لهذا النوع من العلاج؟ هو ما هو منتشر تحديدا عندنا في السعودية. ايش اللي جذبك وقلتي انا ابغى ادرس هذا واتخصص في هذا الفن او النوع العلاج اللي هو العلاج بالفن؟ خلينا نقول صحيح. انا من قبل طلعت على اساس اني بكمل دراسات عليا في هذا التخصص، وكان عندي اهتمام من انهيت دراسة البكالوريوس يعني، لكن ما حصل لي. ولما رجعت عندنا هنا شفت انه في اهتمام كبير بالانتاج الفني، يعني كلوحه كيف ممكن تطلع بشكل جدا رائع، كيف ممكن تنباع، كيف ممكن نسوي معارض عشان الناس تتفرج، بس ما حد تطرق انه ايش اللي وراء هذه اللوح، صح، ايش المعاني اللي وراها. مع انه يعني انا اجزم اقول مستحيل انه احد يسوي مثلا لوحه او يطلع بنتاج فني بدون ما يكون في شعور خلف هذا الشيء. فأنا حضرت ورشة كانت للرسم تعليمية، فلما انتهيت منها قالوا كل واحد يتحدث عن رسمته. فلما بدأوا يتحدثون كل واحد قاعد يتكلم عن المدرسة اللي هو تبعها في طريقة الرسم وكذا، أنا ما كان عندي الأمور هذه كلها، أنا تبعت مشاعري. فطلعت جلست أحكي لهم عن الفترة اللي أنا قاعدة أمر فيها الآن وكيف جسدتها باللوحة. فاللي كانوا موجودين جدا انبهروا بالفكرة، فمن هنا أصريت على أنه في ناس كثير يحتاجون أنهم يعيشون أو يعبرون عن أنفسهم زي ما أنا سويت. ومن بعدها بدأت في هذه الجلسات وبهذا النشاط. بدأت في هذا النشاط، وهنا سؤال اللي بدي أسألك، تقبل الناس والمجتمع لهذا النوع من العلاج؟ يعني ممكن أحد يقول لك أنا جاية عندي مشكلة حقيقية وتقولي لي أرسم، أنا ما أبغى أرسم يعني. هل وجدت صعوبة في تقبل المجتمع أو إقناع الناس بهذا النوع من العلاج؟ شوفي للأمانة التغير اللي حاصل عندنا في هذه الفترة في السعودية ما هو تغير بس يعني على المحيط، لكن حتى على الأفراد هو تغير جذري تماما، حتى بالتفكير. فالجميع قاعد الآن يعمل على أنه كيف ينمي ذاته وكيف يغير من نفسه، كيف يلقى نفسه ويلقى شغفه. فالإقبال جدا رائع، بالعكس أنا ما توقعت إنه الناس تكون عندها إقبال على شيء ممكن يساعدهم إنه يفهمون أنفسهم ويحددون طريقهم يلقون شغفهم. لكن في أكيد طبعا في كل شيء في ناس اللي هي تعارض يعني أي شيء جديد أو دخيل عليهم. هل من نفس الأخصائيين ممكن يكون في معارضين من نفس المتخصصين في ذا المجال، مجال الطب النفسي؟ ما راح أقول معارضين لأنه هذا علم ما حد راح يقدر يعارضه، بس دائما في يعني ناس خلاص أصحاب أنماط واحدة يعني نمطيين مرة، حتى في عملية العلاج فتلقينا خلاص مرتاح للأسلوب هذا، ما يحب التغيير، خلاص أنا عندي هذا الأسلوب وأنا قاعد أمارسه والحياة ماشية. تحس أنه يحتاج توعية في المجتمع بخصوص هذا النوع من العلاج، العلاج بالفن؟ ممكن يكون هذا الفن موسيقى أو ممكن يكون أي نوع ثاني من أنواع الفنون. نحتاج توعية ولا في وعي كافي في المجتمع لاستيعاب هذا النوع من العلاج؟ لا طبعا نحتاج توعية، لأنك أنت لما الحين مثلا أم أخذ طفلها على العيادة وتقترح لها مثلا الأخصائية أنه ليش ما ندخل ولدك في خطة من خطط العلاج بالفن مثلا، فأحيانا قد يكون في رفض أنه أنا زي ما قلتي أنا جاية بمشكلة أنا أشوفها مشكلة جدية، وأنت تقولي لي مثلا رسم أو موسيقى أو رقص أو أي نشاط آخر، في يعني في لسه خلينا نقول ما أبغى أسميه جهل أو عدم إلمام بقدرة هذه العملية العلاج بالفن على التأثير بالأشخاص. فلا نحتاج توعية، أكيد نحتاج نشر أكثر، نحتاج تسليط ضوء على هذا الموضوع. يعني أنا مهتمة كمان باللوح اللي أنت جابتها، يمكن معك كمان لوحة تانية أبغى شرحك، لأنه صراحة النمو أنت بتشرحي يعني بتخليني أفكر في أشياء كثير في اللوحة نفسها. يمكن نظرتي أنا تختلف عن نظرتك أنت أكيد يعني. أكيد يعني مثلا أنا هذه اللوحة جميلة، أشوف فيها القليل من التفاؤل. صحيح. وفيها القليل من الألم، ما أدري
عندك نظرة. خليني أقولك شيء، هذه اللوحة هي بدأتها لونت الخلفية كاملة. لو أحد ثاني بيسأل أو بيشوف بيحس أنها اللوحة عادية زي ما أنت شفتيها، بس أنا لاحظت الخطوط هذه. يعني طيب إيش معنى الخطوط؟ ليش انحطت؟ خليني أقولك شيء، صاحب هذه اللوحة عنده نظرة أنه أو عنده طبع ما يحب يعلق بالمشاكل بشكل دائم، اختار الغيوم، شكل الغيوم. الغيوم ما هي دائمة، مؤقتة. صحيح. أحيانا تمر، أحيانا حتى لو تكون ثقيلة صعبة تجيب أمطار، أحيانا تجيب عواصف، إلا ما تمر. فدائما أصحاب اللي يرسمون غيوم عندهم هذه النظرة أنه كل شيء مؤقت في الحياة، حيجي ويمر. اللون الأحمر يدل على شعور أو عاطفة قوية جدا، أحيانا قد تمثل غضب، أحيانا قد تمثل حب، لكن عرفتي الحب الغير مريح أحيانا اللي يشعرنا بالخوف اللي إحنا صح أو غلط أو أي شيء، فتلقينه بالشكل هذا مسبب قلق للشخص لأنه في خط، في أنا مسكته وما كملته، أنا مو عارف وين بيوديني، مكان من وين بدأت ومن وين انتهت كلها تأثر على اللوحة، انه عشان أعرف تركيزها في هذا الوقت متى. يعني في لوح كثيرة أيضا ولها معاني أكثر. عموما في ناس دائما تبدأ من المنتصف، أنا أحب وأفرح جدا لما يجيني شخص ويبدأ يرسم من منتصف اللوحة، كلامي بيأثر على اللي بيجوني بعدين. ليش المنتصف بالذات؟ لأنه غالبا اللي يبدون من منتصف اللوحة يكون تركيزهم على أنفسهم كبير، وهذا أهم شيء. يعني أنا ممكن أوجه لأي شخص أنه أكثر شيء يحتاج منك تركيز هو نفسك. متى ما بدأت بالتركيز على نفسك، متى ما بدأت بمحاولة التغيير، أنت راح توصل لكل شيء تبغاه بإذن الله. أبغى أسألك كمان، هذا النوع من العلاج يناسب أي سن؟ ينفع للأطفال في سن صغير، ينفع لكبار السن، ينفع لكل الحالات؟ ينفع لكل الأشخاص. للأطفال جدا مهم، لأنه الأطفال صعب أحيانا تفتحين معاهم مواضيع حوار. فلما تجين مثلا أنت تقولين أرسم، إيش رأيك ترسم ماما وبابا، فهو يبدأ يرسم، من هنا تبين مثلا علاقته مع أمه وأبوه كيف تنعكس عليه، تفتحين مجال للحوار. طب ليش رسمت بابا عيونه كذا؟ يبدأ يقول لك عشان أنا صار وحدث وهذا، فأنت هنا تبدأين تفتحين نقاش. لكبار السن بالعكس جدا مناسب لهم. أنا كثير يحضرون معي مثلا أمها تجي تحضر، يحضرون أزواج مع بعض. يعني هي أنا دمجتها بين أنه أنت تسوين شيء ممتع وبين أنه تسوين شيء مفيد. يعني يمكن يعني ينور لك على شيء جواتك أنت ما شايفته. خلال فترة كورونا واللي هي الفترة اللي أثرت فينا كلنا، صح، من السنة اللي فاتت، خلينا نقول زاد الإقبال والإقبال لهذا النوع من العلاج أم قل؟ يعني حسيت أنه في ناس بالفعل صار في اضطرابات أكثر، في قلق أكثر، في اكتئاب أكثر، صح، في المجتمع؟ صح. خلال فترة الحجر أصلا لو تذكرين ناس كثير اتجهت للرسم، صح، كثير، لأنها كانت محتاجة شيء تنفس فيه عن اللي جوتها، والرسم من أفضل الأشياء اللي ممكن تنفسين فيه وتطلعينه، وما يحتاج منك خبرة فنية أو أنك تطلعين بنتيجة جدا، صح، يعني مبالغ فيها. بعد ما انتهى الحجر وبدأت الناس تطلع، الإقبال للأمانة جدا كثير. من إيش الناس كانت تشتكي؟ من القلق؟ كانت تشتكي أنه إحنا أول مرة نعرف أنفسنا، إحنا صدمنا، يقولون إحنا طولنا في هذه الفترة جلسة مع أنفسنا، إحنا ندمنا، إحنا حسنا وين إحنا، مو قاعدين نسوي شيء. مثلا اللي يقول أنا ما كنت أسوي شيء أنا أحبه، أو أنا ماني مرتاح بوظيفتي، اكتشف لما جلس في الحجر، أو أنا العلاقة اللي أنا فيها غير مريحة تماما. فالناس جلست مع نفسها، الأمان الناس ما تجلس مع نفسها، صح، وقت كثير. طبعا. احنا مشغولين دائما بحياتنا، بالأشخاص اللي حولنا، بنظرة الآخرين، كل شيء حولنا، بس مع أنفسنا دائما نقول ما عندنا وقت. صح، لما تجي علينا احنا نتذكر ما ننسى نفسنا يعني. بالضبط. طيب معك حالة ثالثة أنا بدي أفسرها صراحة إذا عندك. يلا. أوكي. فما أدري بدي أشوف نظرتي هل هي نفس نظرتك ولا لا. طيب. واو، هذه فيها مشاعر مختلطة كثير، أحس كذا، وفيها طير، فيها رسمة، صح، طير، لكن أي، الطير هذا مبهم، فما أدري إيش يعني لك أو إيش تفسيره، لكن فيها نوع اللون الأخضر، لون التفاؤل أشوف، واللون الأورنج ما أعرف، بس أنت إيش رأيك؟ أعطيني، حاولي، اللون الأورنج إيش ممكن يكون؟ ما أعرف، قلق، خوف،
طيب هذه نقطة جدا مهمة، لأنه نظرة الألوان من شخص لشخص جدا تختلف. صح. فأنت تطرقت للون الأخضر مثلا، اللون الأخضر دائما يعبر عن السلام الداخلي. صحيح. الطير وين موجه؟ يعني لو كان الطير ينظر من هذه الجهة لاختلف المعنى، أنه كأنه هو يعني مركز على الماضي بشكل أكبر، الطير هنا مركز على الجاي، على المستقبل بشكل أكبر، بس كأنه دائما الطير يعني يرمز للحرية، كأنه هذا الشخص بحاجة إلى حرية أكبر عشان يوصل للشيء اللي هو يبغاه، يوصل لمرحلة السلام اللي هو يبغاها، لكن في من خلال هذا السلام ومن خلال هذه الراحة اللي هو يبحث عنها ما زالت في مشاعر زي ما قلتي يعني مختلطة يعني كثيرة، ممكن نقول هنا في غضب. دائما اللون الأورنج يعبر عن الطموح، تركي يعني مثلا يكون عندك حلم شديد هاجس دائما شاغل بالك وتفكيرك. من الحلم هذا قد يكون موجود، لكنه موجود في داخله. موجود في داخله، يعني تفاصيل دقيقة صراحة بتطل فيها يا أستاذة منى، يعني يديك العافية. فن جدا رائع وعلاج جدا رائع، يعني يمكن أتوقع الخطوة التالية الناس راح يتجهوا إلى هذا العلاج، ولكن هل يكون العلاج جماعي أو إنه مفرد، يعني تجلسي مع الشخص لحالكم، أو في ناس بتفضل اللي هو بيكون مجموعة من الناس في غرفة وكل واحد بيتشارك مع الآخر رسوماته خلينا نقول وتجربته؟ للأمانة أنا أقدمها كجلسات جماعية وجلسات فردية وجلسات خاصة، أحيانا يكونون مثلا شخصين مع بعض وحابين يأخذون هذه التجربة مع بعض. الأشخاص تفضل، أنا أشوف أن الأعداد أكبر في الجلسات الجماعية، يحبوا الجماعية أكثر. الجماعية الناس تبغى تشوف أنه أنا ماني لحالي في معاناتي. صح. في شخص آخر يحس زيي، لما الشخص هذا ما حس بالخجل أنه الأخصائية قاعدة تحلله أو تقول له عن شخصيته مشاعره، هذا يهديه يطمنه. إحنا أحيانا نحتاج أنه بس نحس أنه في أشخاص زينا، ما نحس أننا وحيدين في المعاناة أو في الشعور اللي إحنا فيه. وفي أشخاص لا، يعني يفضلون أن يكونوا لحالهم، غالبا يكون عندهم مشاكل حقيقية. يعني إذا نقول أنه العلاج بالفن أو الفنون هو الخطوة الجديدة في العلاج النفسي. شكرا لك يا أستاذة منى، وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل نتابع. تدشين مراكز إضافية لتلقي لقاح كوفيد 19 بمناطق المملكة. الوصول إلى مناعة مجتمعية كافية تقلل من سلسلة انتشار وانتقال عدوى كوفيد 19، ومع جهود وزارة الصحة السعودية في التوسع لفتح أعداد من مراكز اللقاحات في مناطق السعودية المختلفة، خطوة مهمة لتسريع عملية التحصين. رح نتكلم بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وأكثر. نرحب بضيفنا عبر الهاتف دكتور خالد العبد الكريم، الوكيل المساعد للرعاية الأولية. مرحبا بك دكتور خالد. مرحبا فيك، أهلا وسهلا. هلا وسهلا. يعني في البداية نبغى نتكلم عن التوسع من 3 مراكز رئيسية، اليوم أكثر من حوالي 120 مركز لتقديم اللقاح حول المملكة. كلمنا عن أهمية هذا التوسع، وهل ممكن أن يكون في توسع أكثر يخدم المحافظات الصغرى؟ الله يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا احنا في توسع كبير مثل ما تفضلتي في مراكز اللقاحات، الآن وصلنا إلى أكثر من 200 مركز لتقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين في المملكة في جميع مناطق المملكة. طبعا الآن لدينا مراكز لقاحات، لدينا أيضا تطعيم المرضى المنومين في المستشفيات، بدأ تطعيم مرضى الصحة المنزلية، وأيضا بدأنا يمكن يوم أمس بشكل أولي تطعيم في مراكز تأكد اللي هي عبارة عن تطعيم داخل السيارة، وسنتوسع إن شاء الله أيضا فيها بشكل كبير. طيب نبغى نتكلم عن آلية التسجيل والتدرج بالأعمار، يعني إحنا زي ما نعرف أنه كبار السن لهم أولوية، العاملين في القطاع الصحي لهم أولوية، أصحاب الأمراض المزمنة لهم أولوية أيضا، فكلمنا عن هذا الموضوع أكثر.
طبعا من المهم دائما في استراتيجية التطعيم أن تطعم الفئات الأكثر خطورة لحصول المضاعفات المرض لا قدر الله عندما يصابوا فيه، مثل كبار السن أو من لديهم أمراض، وأيضا أن نطعم منهم أكثر عرضة أن يصابوا بالمرض، مثل الممارسين الصحيين أو ينقلون أيضا للناس. وبالتالي نستهدف هذه الفئة في البداية، وأيضا نستهدف أن نطعم كمية أكبر من الناس لوصول المناعة المجتمعية. فابتداء من الفئة العمرية الأكبر 65 سنة، هو متاح لهم الحجز مباشرة، مجرد ما يكون هناك تسجيل يستطيعون الحجز، بينما الفئات الأخرى يكون هنالك ما نسمى بالتأهيل اليومي. على حسب المواعيد المتوفرة يتم تأهيل أعداد للحصول على المواعيد، وبالتالي يكون من لديهم بالفئات العمرية وبالأمراض المزمنة والممارسين الصحيين وتمكنون من الحجز. طب دكتور خالد، نبغى نتكلم عن التحفيز حقيقة للمجتمع، لأنه في ناس يقولوا لا احنا نخاف على كبار السن ما راح يتحملوا. في فكر غلط عندهم انه لا انا جدي كبير او ابويا كبير في السن ما راح يتحمل ياخذ هذا اللقاح، فكيف نقدر نحفز هذول الناس انه هذا اللقاح آمن تماما على كبار السن؟ ولله الحمد، يعني معروف من الدراسات وهذا انه اللقاح آمن، وبالتالي بالعكس الخوف من الإصابة. يعني أنا أنصح الجميع من لديه أحد كبير في السن أن يبادر بالحجز، متاح لكل من هم فوق 65 سنة بشكل مباشر، وبالتالي حمايتهم بإذن الله وتحصينهم. الخوف أن يصابوا لا قدر الله ويكون الشخص فوت عليهم فرصة التحصين والحماية. وعندما يصاب الشخص، يعني غالبا بعد التطعيم أن الشخص لا يصاب، ولكن قد يصاب بعض الأشخاص، ولكن تكون الأعراض جدا خفيفة ولا يحدث. من الدراسات التي يعني رصدت في التطعيمات عالميا أنه لا تحدث لهم إصابة شديدة، ولا تحدث الحمد لله تنويم أو وفيات لا قدر الله. نعم. موضوع آخر يمكن الناس ما هم مستوعبينه أو عندهم مشكلة في فهمه، الناس اللي أصابوا بكورونا وجاتهم كورونا وتعافوا منها. بعض الناس يقولوا خلاص أنا أصبت بالكورونا ما أحتاج أخذ اللقاح، والبعض يقول لا تأخذ اللقاح ولكن تكون جرعة واحدة، والبعض يقول لا زيك زي الناس تاخذ جرعتين. يا ريت لو توضح لنا اكثر في هذا الموضوع. طبعا مثل هذه المعلومات تتغير مع تغير، يعني نتكلم احنا عن مرض جديد ولقاحات لسه جديده والدراسات تتطور وتتغير، فاحنا نتبع دائما التوصيات العلميه فيما يطرا. وبالتالي التوصيه الموجوده حاليا، من يصاب بكورونا يكون عنده مناعة معينة، وبعد 6 أشهر نحن نتيح تلقي جرعة واحدة لكورونا للتطعيم، وبالتالي ترفع المناعة مرة أخرى. فهذا هو الآن البروتوكول المعمول فيه. نعم. كمان أبغى أسألك عن اللقاحات اللي الآن موجودة في السعودية، فايزر، وكما يعني قرأت أنه كمان أبروفد أو خلينا نقول وافقوا على لقاح أوكسفورد. إيش هي اللقاحات اللي موجودة الآن في السعودية ويمكن استخدامها؟ مثل ما ذكرتي هي لقاح فايزر وأكسفورد أسترازينيكا. وأكسفورد، هل هذا اختياري للشخص؟ يعني هل أستطيع أني أختار هذا أو هذا؟ ونصيحتي للجميع أن اللقاحات كلها تؤتي يعني الفائدة المرجوة، وبالتالي ما يتوفر للشخص في المركز الأقرب له، في منطقته، في الموعد الأقرب، أن يقوم بالحجز وتلقي التطعيم، فلا يوجد فرق إكلينيكي بين التطعيمين. نعم. طيب دكتور خالد، ذكرت المناعة المجتمعية، احنا يمكن الآن وصل عدد اللي أخذوا هذا اللقاح يمكن أكثر من 500,000 في السعودية والأعداد في تزايد، ولكن هل وصلنا للمناعة المجتمعية؟ طبعا ما يعني المناعة المجتمعية كتعريف علمي هي أن يكون يعني نسبة مرتفعة من التطعيمات. لا، بالنسبة الآن في كوفيد تعريف نهائي لها يعني ما زال تعريف كمرض جديد، ولكن في الأوبئة معروف تطعيم أو تحصين 70% من المجتمع يمنع سلسلة الانتشار، فبالتالي الشخص عندما يصاب يكون الناس اللي حوله جميعهم
محصنين، فبالتالي لا ينتقل منه لهم وينتقل لناس آخرين غير محصنين. فحتى نصل يجب أن نصل إلى 70% من المجتمع، وهذا يعني أعداد كبيرة بالملايين. نحن طعمنا الآن حوالي أكثر من حوالي 750 ألف شخص، وسنصل إلى 1 مليون قريبا. ونعرف أن تعداد المملكة العربية السعودية تجاوز 30 مليون، وبالتالي لابد أن يبادر الجميع بالتسجيل و طلب التطعيم، ويكون الشخص في القوائم، وسيكون يعني في البرايورتي حسب الأولوية سيأتيه موعد. نحن نتوسع بشكل كبير، نريد أن نطعم الناس بشكل كبير، نستهدف أعداد كبيرة بمئات الآلاف في اليوم حتى نطعمهم، وبالتالي نصل جميعا إلى نهاية هذه الجائحة. نعم، دكتور خالد العبد الكريم الوكيل المساعد للرعاية الأولية، شكرا لك ولمداخلتك معنا لليوم. وأكيد مشاهدينا من الضروري كمان لازم نذكر بعد أن نتلقى هذا اللقاح إننا نستمر في الإجراءات الاحترازية لفترة معينة أيضا، كما أيضا تنصح وزارة الصحة. مشاهدينا إحنا مكملين معكم فقراتنا وتشاهدون بعد الفاصل. الدليل لتأديب الأطفال حسب أعمارهم مع سيدتي وطفلك. مشاهدينا ننتقل الآن لمجلة سيدتي وطفلك ونتابع دليل لتأديب الأطفال بحسب أعمارهم. دليل لتأديب الأطفال حسب العمر. أفضل طريقة لفهم سلوك أطفالك هي فهم ما يمرون به من خلال النمو، وهذا سيساعدك على تأديبهم من دون اللجوء إلى الصراخ أو التهديد. وفيما يلي بعض الاستراتيجيات لإبقاء أطفالك مطيعين ومهذبين في هذه المراحل العمرية، يكشفها لك الدكتور محمد بن جرش كاتب وباحث إماراتي. كيفية تأديب الطفل في سن ما قبل المدرسة؟ في هذا السن يتجاهل محاولاتك المتكررة ليضع حاجياته في الصندوق مثلاً، وما عليك فعله؟ اطلبي منه بلطف، من فضلك ضع ألعابك في الصندوق الخاص. اسأليه مرة أخرى، لكن حذري من العواقب السلبية وقولي له: إذا لم تفعل ذلك بينما أنا أعد إلى 5 فسوف أمنعك من اللعب حتى مساء الغد. لكن تجنبي توجيه تهديدات لا يمكنك تنفيذها، مثل منعه من متابعة التلفزيون. امدحي تصرفه الجيد عندما يستجيب لطلبك من المرة الأولى. لا تفقدي هدوئك وتوقعي من طفلك في سن ما قبل المدرسة أن يفعل الشيء نفسه، وقد يحاكي صوتك بالرفض. كيفية تأديب الطفل في سن المدرسة؟ اعلمي أن إرشاداتك بين سن 5 و10 سيكون لها تأثير على ما سيحدث في سن المراهقة، لذلك علميه الانضباط من دون توتر، كترتيب سريره صباحاً وإنجاز واجباته المدرسية في الوقت المحدد. اضغطي على زر الترجيح، أي امنحي طفلك الذي تشاجر مع صديقه مثلاً فرصة ثانية. اشرحي له الخطأ الذي ارتكبه واسأليه: هل سيكون تصرفك مختلفاً في المرة القادمة؟ وذكريه بالسلوك الذي ترغبين في رؤيته. كيفية ضبط الطفل في بداية المراهقة؟ في هذا السن يبدأ الأطفال في فرد أجنحتهم، وقد يكون ذلك مخيفاً للآباء الذين لا يريدون التخلي عن السيطرة عليه. تحدثي معه بمرونة، فهو يريد الانطلاق. هنا عليك رسم خطة للتعامل معه. اشرحي له موقفك واستمعي إلى موقفه، ثم تنازلي عندما يمكن ذلك، مثل الموافقة على السهر ليلاً نصف ساعة أكثر مقابل عدم التأخر عن الاستيقاظ. لا تتفاوضي معه عندما يكون غاضباً، مثلاً قولي له: إذا كان النقاش حول موعد الدراسة، عند الانتهاء من واجبك المنزلي يمكنك حينئذ لعب ألعاب الكمبيوتر، فسيفهم أنك لا تزالين تسمحين له بالحرية. مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا ونتابع بعد الفاصل. غرامة 10 ملايين والسجن 10 سنوات عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المرخصة. حول
حول إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية، حذرت النيابة العامة على أنه يحظر تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله لدى الجهة المختصة في حماية للأمن الصحي وسلامته. فما أهمية مثل هذه الإجراءات من الناحية القانونية، وكيف نتصرف في حال ثبت شراءنا لمستحضر لم يعتمد؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب معنا بالاستوديو بالأستاذ محمد الوهيبي، المستشار القانوني والمحكم القضائي. هلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله سابرين. يعني لو تكلمنا بتفاصيل أكثر، باع أو صرف أو تاجر بمستحضر طبي أو عشبي غير مرخص من هيئة الغذاء والدواء؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أول شيء لازم نقول شكرا النيابة العامة طبعاً. على حجم التوعية اللي بدأنا نتلمسه فعليا في خصوصا في مواقع السوشيال ميديا في كافة الجوانب، يعني من ضمنها التوعية اللي صدرت اللي هي خاصة مثلا بالمستحضرات العشبية أو بالعلاجية أو كذا. الأصل أنها المفترض أنها كانت تصدر من هيئة الغذاء والدواء، مهم قصرا إن شاء الله، ولكن النيابة العامة بدأنا نتلمس تأثيرها على المجتمع بشكل كبير. طبعا نظام المستحضرات الصيدلانية أو العشبية الغالب يشوفه أنه نظام قاسي، أو يجي يقول لك الله 10 مليون ريال أو 10 سنوات سجن علشان علبتين دواء ولا علشان ما أدري شلون. نعم، أنت تتحدثي عن حياة إنسان. طب الإنسان هذا هل لو توفى الأمر هين؟ لا طبعا، هنا أنت صار عندك عقوبتين، عندك القتل شبه عمد أو القتل الخطأ أو القتل العمد، ممكن إذا كنت أعرف أنه ردة الفعل لهذا العلاج ممكن تسبب الوفاة، بالإضافة للعقوبات اللي نص عليها النظام. طبعا النظام هذا من الأنظمة التي تدخل ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. بمعنى إيش الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف؟ بمعنى أنه لا يتم إطلاق سراح المتهم بالكفالة لحين إحالة القضية إلى المحكمة. النظام نص على أنه يعد مرتكبا لهذه الجريمة هو كل من باع وكل من صرف، يعني صيدلي صرف، يعني ممكن تكون العلاج هذا معتمد في هيئة الغذاء والدواء طيب. ولكن صرفه بدون مثلا وصفة طبية بكميات أعلى. نعم. الوصفة الطبية مثلا قالت لك المخدر هذا أو المهدئ هذا علبة واحدة. نعم. أو 6 حبات أو 7 حبات، فجاءه صرف بكميات أكبر، يدخل من ضمن يعني هذه مسؤولية العقوبات. كبيرة طبعاً. إذن كل من باع أو كل من صرف أو كل من حاز بقصد الإتجار أو أدخل إلى المملكة العربية السعودية مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً غير مسجل، وهذه كثيرة جداً. يعني مثلاً أنا سافرت وجبت. أنت قاعدة تعترفي ها؟ لا مثلاً أنا بقول مثلاً جبت دواء جربته مناسب لي أديت منه لصحبتي، هل أنا طائلة تحت طائلة القانون؟ نعم. هنا إذا كان المستحضر هذا أنت أدخلتيه من خارج المملكة، نعم، وكان غير معتمد في هيئة الغذاء والدواء، نعم تدخلي تحت مظلة هذا النظام. ولو صديقتك هذه تضررت من استخدام هذا العلاج يحق لها مقاضاتك. أوف. طيب يعني في ناس يقولوا بما أنه مصرح من هيئة الغذاء والدواء في أمريكا أو في أي دولة عربية أخرى، إذن إيش المشكلة طيب إني أدخله في السعودية؟ يمكن أرخص من عندنا. على كذا معناها نقفل هيئة الغذاء والدواء اللي موجودة هنا، نشوف أي دولة ثانية ونصير ناخذ منها. هيئة الغذاء والدواء لما أنشأتها الدولة هي أنشأتها للتأكد من سلامة أي منتج. أحيانا بعض المنتجات والمستحضرات الطبية تجينا من مصانع خارج المملكة. صحيح. من أي دولة. قد تكون مهي مصنعة بنفس المواصفات اللي في نفس البلد، وقد يكون فيها مواد ضارة وضعت بتعمد أو بجهل من هذه المصانع أو من هذه الجهات. فعلشان كذا دائما هيئة الغذاء والدواء حتى لو جت صرحت مثلا بعلاج للكحة مثلا، ترى مو خلاص صدر التصريح فيقعدون يوردون للمملكة العربية السعودية وانتهينا، يكون هناك تفتيش دوري على البضائع هذه اللي تيجي أو العلاج هذا اللي قاعد يجي ارتجاليا، مثلا كل شحنتين كل 3 كل 4 كل شحنة يأخذوا منها عينات ارتجاليا ويتأكدون منها. طبعا هذه كلها لسلامتنا احنا. لسلامتنا اكيد. طب نبغى نتكلم عن العقوبات، من 10 ملايين و10 سنوات سجن، على ماذا تعتمد العقوبات؟ على الكمية؟ هل في اشخاص مثلا تسقط عليهم بعض العقوبات بحكم انه طبيب مثلا او هو صيدلاني؟ الكمية تفرق في ادخالها؟ طبعا هي بالعكس، المفترض الطبيب والصيدلاني تغلظ عليهم العقوبة، لانه ما يقدر يدعي الجهل، يعني ما يقدر يقول انا ما كنت ادري، انا ما كنت اعرف، انا كنت اجهل، انا ما يقدر.
فبالتالي العقوبة على الصيدلاني أو على الطبيب اللي هو الممارس الصحي في الأصل أنها تكون أكبر. طبعا اللي يعود لتحديد العقوبة أو اللي يقوم بتحديد العقوبة الجهات القضائية. حجم العقوبة دائما مرتبط بالكمية، بحجم الضرر اللي وقع، بنوع المادة نفسها العشبية. ومع الأسف احنا ترى نشوفها حتى في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا. صح. ومع الأسف انه احنا قاعدين نخاطر بصحتنا لأشياء ما ندري وش مصدرها. يعني خلطة أم صالح وأم عبد الله وأم عبد العزيز وما أدري من هي وما أدري شلون وزي كذا. هل لهالدرجة احنا عقولنا مغيبة انه ناخذ أعشاب أو علاجات أو خلطات أو ما أدري شلون، يعني صحتنا، يعني نخاطر بصحتنا مقابل هالشيء؟ خليك بغض النظر حتى عن العقوبات هذه اللي موجودة. نعم. الصحة ترى أغلى ما يملك الإنسان. صحيح، بس في ناس يقول لك على طاري الخلطات، يعني هذه سيدة كبيرة عندها خبرة، إذا أنت ما خلفتي هي تقدر. ما هي تبغى تبغى خلطة أم صالح. أم صالح تروح تعتمد الخلطة؟ نعم. تعتمدها عند فين؟ عند هيئة الغذاء والدواء. تقول لهم أنا خلطتي 1 2 3 4. ليش؟ لأنه دائما الأشياء اللي مثل هذه خصوصا الأعشاب مثلا، طبعا احنا مرت علينا قضايا اخطاء بالشكل هذا، انه ناس تعرضت مثلا لفشل كلوي، يا الله، ناس تسبب لها مثلا تغير في الانزيمات اللي تخرج من الكبد، اشياء صحيه يعني او اشياء طبيه انا ما افقه فيها بشكل كبير جدا لمتخصصي، ولكن ينتج عنها هالاشياء. على الاقل لو تم اعتمادها من هيئه الغذاء والدواء بتيجي تحط لك تحذيرات، ترى الاشخاص اللي بيستخدمونها المفترض انه ما يكون عنده حساسيه من كذا. صحيح. الادويه والعلاجات الطبيه يحطوا عليها تحذيرات. صحيح صح. فما بالك بهذه، فمو شرط انه الشيء اللي ضبط معاك ممكن يضبط معاي، ممكن يضبط مع فلان، ممكن كذا ممكن كذا الى اخره. طيب. فمن هالمنطلق يجب علينا انه احنا نكون حذرين. يا جماعه الخير، ترى اغلى ما يمتلكه الانسان صحته. طبعا. طيب الان هذه الخلطات صراحه موجوده بكثره ونشوف اعلاناتها بكثره وخصوصا من مشاهير السوشيال ميديا. الان هل على هؤلاء المشاهير اي عقوبات او اي مسؤوليه يحملونها خصوصا انهم اعلنوا عن هذه الخلطات؟ نفس العقوبات اللي قلنا عليها قبل شوي، 10 سنوات و10 مليون ريال. مضافه لها عقوبات اخرى اذا نتج عن هذا الاعلان. شفنا قبل اسبوع وزاره التجاره داهمت مصنع عسل. عسل صح. ايش محتويات العسل؟ مخلط من انواع رديئه من الخارج وهكذا، وفي معها ايش مضاف لها؟ زيت سيارات. يعني احنا كنا قاعدين ناكل زيت سيارات وتلقينا كنا الصباح ناخذه ونقول ما شاء الله الواحد حاسس بطاقه من الزيت. ايوه. يعني تخيلي شوفي لدرجه ايش. هذا كان معلن عنه كثير من المشاهير. حسب ما علمت انه تم استدعائهم طبعا من قبل الجهات المختصه، هيئه الغذاء والدواء، النيابه العامه وكذا. الجهل يعفي من العقوبه؟ ابدا. ابدا. انت ملزم بانك تتاكد من انه هذا المنتج مصرح له وانه ليس له اعراض اخرى. لكن انا اجي لمجرد والله اخذ لي مبلغ مالي او اني استفيد ماديا اروح اغامر بصحه الناس. لا، يعني هذا شيء الدوله عندنا لا تتساهل فيه طبعًا. نهائيا يعني. طيب. بس ودي اوضح جزئيه بسيطه. تفضل. في فرق ترى بين المستحضر الطبي او العشبي والمخدرات. نظام مكافحة المخدرات يختلف تماماً طبعاً. يعني الحبوب المخدرة وإلى آخره هذه ترى عقوباتها تختلف تماماً وتابعة لجهات أخرى وإلى آخره. نعم. طيب كمان نبغى نسأل، يعني هل هناك تطبيق أو أنه جهة مخولة أنها توضح لي إذا كان هذا الدواء مصرح به أو لا؟ كيف أبغى أتأكد إذا كان هذا لديه تسجيل أو تصريح رسمي؟ ممتاز. طبعاً ممكن تكلمنا فيها تحت الهواء في برنامج جميل جداً سوته هيئة الغذاء والدواء اسمه طمني. وأرجو أنه كلنا نحمله، أنا محمله عندي. طمني هذا له عدة فوائد. الفائدة الأولى والأساسية أني أنا أتأكد من أنه هذا المنتج الطبي أو غير الطبي، يعني حتى الأغذية، رز، مكرونة، دجاج، أي شيء، أحط الباركود بالكاميرا يطلع لي أنه هذا معتمد لدى هيئة الغذاء والدواء، فهو يكون آمن. بالإضافة إلى شيء ثاني، جيت مثلا أنا أبغى علاج للحرارة فأدخل أكتب اسم العلاج أتأكد أنه معتمد ولا غير معتمد، هذا واحد. اثنين، يطلع لي السعر المعتمد للعلاج عشان ما يكون في تحايل علي من الصيدلية. رقم ثلاثة والأجمل، يطلع لك البدائل. أي مهم موضوع البدائل. يعني أنا مثلا رحت خذت علاج لقيته مثلا ب100 ريال بس ما عندي القدرة. صح. فأبحث عن البدائل، ممكن ألقى بديل له ب6 ريال. طيب واذا نفس الجودة ونفس المحتوى او المركب الطبي التركيب. طيب في حاله ما وجدت انه هذا الدواء مسجل في الغذاء والدواء، ايش الطريقه في نفس الابلكيشن؟ في بلاغ تدخلي تبلغي وتحطي معلومات المنتج
وكيف علمتي عن المنتج وكيف حصلتي عليه؟ صح. أعتقد إحنا انتهينا. لا أنا تقريبا بس أبغى أسألك إنه إذا كان نصيحة توجهها للمجتمع خصوصا في الوعي، لأنه الناس بتشوف إنه المشهور اللي بيعلن معناته هو صح وهو أوريدي عارف القانون والتصاريح وكل شيء، فبيعتمد على المعلن نفسه ويقول لك خلاص أنا أخذت من عنده كلمة وأكيد هو صح، فهذا الوعي اللي نحتاجه في المجتمع بخصوص هذا القرار. طيب بالنسبة لموضوع المشاهير، البعض منهم هو اللي يقوم بهذه المخالفات أو يقوم بعمل إعلانات مخالفة في الأصل، ويقوم بالإعلان عن منتجات صحية مخالفة، والهدف فيها أولا وأخيرا هو الحصول على المال. طبعا يجب علينا، الدولة ترى ما راحت دفعت مئات الملايين لإنشاء جهات ومختبرات لاختبار هذه المواد، والله لأنه ما تبغى أم صالح هذه تترزق الله. صحيح صحيح. لا بالعكس، هي إذا كان في منتج سعودي والمنتج هذا ليس له جوانب سلبية، أكيد طبعا أنه الدولة راح ترحب فيه. لكن النصيحة المهمة جدا اللي كلنا نتعرض لها، لما تيجي تسافرين لدولة فيكلمونك بالله وانت جاية جبيلي خمس علب الدواء الفلاني وثلاث علب مدري وشلون وزي كذا، خصوصا حق التخصيص، لو مسكتي فيها في المطار راح تعاقبي بهذه الشيء. أنا ما عندي مشكلة أجيب، ولكن هناك إذا رحت بنفس الابليكيشن هذا أدخل وأتأكد هل العلاج اللي أنا بدخله للمملكة العربية السعودية مصرح ولا لا. إذا كان مصرح من عيني هذه قبل هذه، إذا كان غير مصرح لا. صح نصيحة طبعاً. لا مو كل مرة تسلم الجرة، ممكن مرة عدت ما انتبه أحد، ممكن العلبة كانت مختلفة، ممكن لو كانت كميات كبيرة، ولكن تراها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. راح تجدي نفسك في نفس المطار تم القبض عليك وإحالتك إلى جهات التحقيق ورحتي للمحكمة عشان علبة دواء. يا ساتر، يعني بالفعل نحتاج وعي في هذه النقطة. يمكن جرت العادة لما نسافر جيبوا معاكم الدواء الفلاني بالضبط في شنطة كبيرة حقت أدوية. شكرا لك أستاذ محمد، وشكرا لتوعيتنا بهذا الموضوع، وشكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم العافية. مشاهدينا مكملين معاكم فقراتنا ونتابع بعد الفاصل آخر أخبار الموضة والجمال في سبوتلايت من الجميلة. وأكيد الموضة والجمال لهم حصة في حلقتنا اليوم، ننتقل مع مجلة الجميلة وسبوتلايت. أهلا وسهلا بكل متابعي برنامج سيدة اليوم، حان الوقت لنقدم لكم فقرة سبوتلايت الأسبوعي، ونبدأ بأبرز العناوين. تابع اليوم مع رولا علي بلوجر الجميلة كيفية تحضير خلطة سحرية في المنزل للتخلص من حب الشباب دون الحاجة لاستخدام الأدوية. أقدم لكم خلطة كثير مهضومة وسلسة مكوناتها موجودين تقريبا بكل بيت، هي عبارة عن ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، ما فيكم تفضوا ظرف، بدنا ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من الزبادي، وربع ملعقة من الكركم. وما تخافوا الكركم ما رح يعلم على البشرة، لأنه نحن عم نستعمل نسبة كتير قليلة وعم نخلطه مع مكونات تانية. الشاي الأخضر بيعالج البثور بسبب غناه بمضادات الأكسدة والالتهاب. العسل كمان مضاد للبكتيريا وبيفيد البشرة الدهنية لأنه بيرطبها بدون ما يخليها تزيد. اللبن فوق الشاي والعسل كمان عنده خواص مضادة للبكتيريا وبيعالج البثور بالوجه. وآخر مكون اللي هو الكركم كمان بيشتغل كمضاد للالتهاب، بيروق البشرة وبينظف المسام كمان. وما بدنا ننسى أكيد نعمل باتش تيست لنتأكد أنه ما عنا حساسية على ولا أي مكون من المكونات. رح أبدأ بإزالة الميك اب عن الوجه، ومثل ما لاحظتوا طلع لي حبة هون، سو هيدا الماسك رح يفيدني كتير. هلأ فيني أكيد أترك داير العينين بما أنه ما رح أستعمل الماسك بهيدي المنطقة، فيني حط بس على البثور. هلأ إذا كان وجهكم كتير فيه حبوب أكيد ما بنصح تعملوا ولا أي ماسك، استشيروا الطبيب وهو بيقلكم شو بتعملوا. لأ ممكن تكون القصة بدها دواء أو تطبيق نوع آخر من العلاج، نحنا بس منقدم علاج طبيعي. وطما ضيع وقت أخذت قطنة تانية وبلشت بوضع الماسك، وأنا صراحة تستفيد كتير من فوائد الكركم يلي ما بتخلص. رح مد الماسك على كامل وجهي أكيد بدون داير العينين، إذا في شيء بده يطلع ما يسترجي يطلع.
ورح نتركها على البشرة لمدة 20 ل 30 دقيقة، وأكيد بدنا نغسل من بعدها. بنعمل هالماسك مرة لمرتين بالأسبوع. إذا أردت أن تريحي شعرك من الصبغ المتكرر ومع ذلك ترغبين بتفتيح خصلاته قليلاً، يمكنك القيام بوصفة طبيعية منزلية ستفتح شعرك وتعيد إليه عافيته وجماله. تابعي مع رولا علي هذه الوصفة وكيفية تحضيرها وتطبيقها. نسمع كثير عن أنواع شامبو موجود فيها بيبونج أو أساسة البيبونج يلي ما عنده خواص كثير بتفتح الشعر. لهالسبب نحن نقينا اليوم نعمل خلطة كثير سهلة، أساسة البيبونج والماء، لحتى نبلش شوي شوي تدريجيا نفتح لون الشعر. بالإضافة البيبونج عنده خواص مطهرة وبتزيل الخلايا الميتة من فروة الرأس، وبتساعد كمان على تحريك الدورة الدموية بهيدي المنطقة، وهالشي أكيد بيساعد على نمو الشعر وتطويله أكتر. هيدا الخليط يلي هلأ رح نعمله أكيد بدنا نغليه أول شي، يعني بدي أغلي المي، أرجع ضيف عليه البيبونج وأتركه لحتى ينتقع ويبرد، وآخر شي فضي فيه بقنينة سبراي وفيني حمم شعري فيه، بس مهم شعري يكون رطب. لهيك أنا اليوم طالعة معكم شعراتي كلهم مي، تحممت وجيت. يلا خلينا نغلي البيبونج. رح أبدأ بوضع المي على النار ورح أنطرها لحتى تغلي. وهلأ من بعد ما غلت المي طفيت عنا، ورح ضيف كمشة من البيبونج ورح أتركهم ينتقعوا سوا ويبردوا أكيد لحتى أخذ المحلول منه. بدي أقولكم شغلة كمان، إنه البيبونج رح يخلي شعري كتير ناعم ورح يزيد من لمعانه كمان. وهلأ رح فضي المحلول لحتى بس صفيه، مثل ما شايفين صار لونه مايل للأصفر. أنا مني بحاجة لكمية كتير كبيرة من الماء. وهلأ من بعد ما غسلت علبة سبراي وحضرتها، فضي المحلول بقلبها. فينا مثل ما ذكرت نستعمل أنينة سبراي، وفينا نستعمل فرشاية تبع الصبغة إذا كان شعركم أطول، أكيد ما تكون كمية أكبر. هلأ أجا وقت التطبيق. الشعر لازم يكون رطب مثل شعري هون. رح نطبق البيبونج على كامل الشعر مثل ما شايفين بهالطريقة. رح فضي كل أنينة السبراي على شعري من الجذور للأطراف. وإذا كان في أشعة شمس، يعني إذا كان النهار مشمس، أكيد أكيد بنصحكم تطلعوا تقعدوا بالشمس، لأنه هالشي بيزيد من فعالية البابونج بإعطاء مفعوله. حاسة حالي رح أتحمق عن جديد. وبالآخر رح مشط شعري ورح أتركه ينشف على الهواء الطلق. من رولا علي بضع أرواج نيود رائجة جربتها لك في هذا الفيديو. معي أول لون ليبستيك من ماك اللي هو فيلفت تادي، وبحبه كتير وبستعمله دايما لأنه صراحة لونه صعب التحديد، يعني لا هو بينك ولا هو بني، هو لون بين الاثنين وبيلبق مع كل شيء، لهيك بحب حطه. ملمسه كتير كريمي. ثاني أحمر شفاه نقيته هو كريستن ليب كلاس من أناستازيا بيفرلي هيلز، والفرق بينه وبين هيدا اللي حطته ورح شيله هو إنه جلوسي بيلمع وبيلبق للون بشرتي، وبحبه كتير لأنه بيضاين على الشفاف مع إنه ليب كلاس. هلأ رح فرجيكم لونه، فرجيكم قدي حلو. حتى ريشته بتعقد. كل ذلك بالإضافة إلى المزيد ستجدونه على موقع الجميلة .com. شكرا لك يا رولا على هذه النصائح الجميلة للعناية بالجمال، وأهم شيء أنها كلها طبيعية. مشاهدينا مستمرين معاكم ونتابع مجتمع أونلاين وآخر أخبار المجتمع. لصفحات سيدتي ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بصمتها المميزة، فهي تلامس بشكل مباشر وتفاعلي اهتمامات القراء والمتابعين، وبالتالي تعكس آرائهم ووجهات نظرهم. في هذه الحلقة نقدم حصيلة الأسبوع لبعض مواضيعنا وأثرها الرجعي لدى المتابعين. البداية مع تويتر سيدتي. في مصر معلمة بعمر 12 عام
تساعد ريما الخولي الطلبة الأصغر سناً في حيها في قرية أتميدة شرقي القاهرة حتى لا تفوتهم فرصة التعلم خلال جائحة كورونا بعد إغلاق المدارس وفقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. وتساعد ريم ما يصل إلى 30 طفل بشكل يومي وتقدم لهم الدروس حسب قدراتها. والصورة أبلغ من الكلام. ننتقل في جولتنا إلى إنستغرام ولكن في صفحة مجلة الجميلة وإلى فيديو بعنوان نجوم عرب بطائراتهم ويخوتهم الخاصة، فلنشاهد. هذا الفيديو أكثر من 80 ألف مشاهدة فيما ترك أكثر من 150 متابع تعليقاتهم حول رفاهية النجوم، وكان من اللافت وجود تعليقات لطيفة تعكس قناعة أصحابها. كالعادة ختامها مسك مع مطبخ سيدتي، واخترنا لك وصفة مشبعة ومفيدة وهي برغل بدفين باللحم. حققت هذه الوصفة أكثر من 35 ألف مشاهدة، فهل ستجربيها؟ مجلة سيدتي على هذه التقارير الرائعة. مشاهدينا مكملين معاكم آخر فقرة في حلقتنا اليوم وتشاهدون بعد الفاصل. ساكورا عربة آيس كريم لسعوديات، يتحدثنا لسيدتي عن التحديات في زمن الكورونا. في ظل الدعم والتمكين الذي يحظى به شباب الوطن
لا نستغرب وجود نماذج ملهمة تعمل بكل إصرار في سبيل تحقيق أحلامهم وعدم انتظار الوظيفة. معنا اليوم في هذه الفقرة مشروع صغير لفتيات سعوديات، خلونا نتعرف عليه أكثر مع ضيفتنا في الاستديو شوق عبد العزيز صاحبة مشروع عربة ساكورا للآيس كريم. هلا وسهلا بك يا شوق. هلا فيك، حياك نورتنا. الله يسلمك والله. في البداية لو تدينا فكرة عن المشروع حقكم، إيش هو؟ هو فود تراك، عربة فود تراك ساكورا، متخصصين في تخصصنا في منتجين اللي هو الايس كريم والموهيتو. فكره المشروع كانت مشاركه خططنا عليها انا وصديقتي، والحمد لله يعني نالت اعجاب كثير يعني من الزباين اللي يجون عندنا، والحمد لله يعني يرجعون لنا بشكل مستمر يعني الحمد لله. طيب يعني هي شراكه بينك وبين صديقتك. ساكورا يعني ايش ساكورا؟ لماذا ساكورا؟ ماذا تعني ساكورا؟ ساكورا تعني ازهار الكرز باليابانية. اخترنا هذا كنا محتارين في كذا اسم، بس اخترنا هذا الاسم لان يعني يميل لنا اكثر يعني، وملفت ومناسب لنا ان احنا نشتغل فيه، وبادارتنا انا وياها والحمد لله يعني. لكم كم سنه فاتحين هذا المشروع؟ هو تقريبا بدينا انه تونا متخرجين يعني قريب، بدينا البدايه الفعليه من 4 شهور، جلسنا تقريبا شهرين نخطط وعلى المنتجات اللي بنضيفها جربناها، وتقريبا لنا الحين 4 شهور بادين يعني. لكم بس 4 شهور؟ أيوة، لسه 4 شهور جديد داخلين. هذا المجال. طيب عشان كذا ابغى اسالك عن تفاصيل اكثر، اخترتوا انها تكون فود تراك، الفود اللي هي تراك المتنقله، السياره المتنقله، وهذه ترى يعني من المعروف انه لما الواحد يبغى ياسس فود تراك في اساسيات كثير، وتعتبر اسعارها ما هي رخيصه. أكيد. يعني المشروع يعتبر رأس ماله ما هو قليل، يعني خلينا أن الواحد يبدأ في مشروع وينزل في السوق. فكلمينا عن هذه العقبات اللي كانت في البداية دراستكم لهذا المشروع. في البداية الحمد لله سوينا نوياز دراسة جدوى وطبقناه، واجهتنا تحديات كثيرة والحمد لله تعديناها، بس الحين صرنا نواجه الصعوبة في التسويق، وإن شاء الله نقدر نتخطاها أكيد. واجهتكم تحديات كثير كونكم بنات متدخلين هذا المجال، ولا ايش هي التحديات اللي واجهتكم؟ التحديات اللي واجهتنا ان تونا مبتدئات في المشروع يعني، وكون بنات صدق في السوق يعني، ترى مشروع عربة فود تراك انه يكون ماسكينها بنات وبادارتهم كذا ترى صعب شوي يعني. ليش اخترتوا الايس كريم بالذات وهذا النوعين تحديدا من العصيرات؟ الايس كريم اخترناه لان الكل يعني الكل يحبه يعني، الكبير والصغير يحبونه. ركزنا على الموهيتو من نوعين لان اكثر طلب عليه كان هو يعني. فحبينا نركز على شيئين، والحمد لله يعني ونطبقها يعني، وتكون ان شاء الله نالت يعني كثير من الناس. انا شايفه الصور للايس كريم في منه الوان، فايش النكهات اللي للايس كريم اللي حاطينها؟ احنا اخترنا نكهات معينه، مو كل النكهات احنا نحطها. حلو. ومركزين عليها، واللي اللي اصلا كان عليها اكثر شيء طلب في السوق يعني. ايه؟ اكثر الزبائن لما يجون عندنا يطلبونها يعني، فركزنا عليها وحطيناها. زي ايش؟ زي المانجا، الليمون مع انواع التوت. التوت الله. كثير يعني يطلبونه، انواع التوت الازرق، التوت الاسود، التوت الاحمر كثير يطلبونه يعني، والمانجا وحتى الليمون بعد. الله الله، بالفعل يعني كلها اشياء تنعش كذا منعشه. ايه؟ في الصيف يعني، يمكن في الشتاء في صعوبات صح، يكون الطلب قليل يعني، قليل مو كثير يعني، نبغى الاشياء الدافئه اكثر، ولكن احنا صيفنا اطول من شتانا يعني، فالواحد ما يندم على هذا المشروع. ذكرت انه في صعوبات واجهتكم في البدايه انت وشريكتك في هذا المشروع، زي ايش هذه الصعوبات؟ اكثر شيء والله نواجه فيه صعوبه اللي هو التسويق يعني. التسويق اي، فهو الحين يعني كل شيء يحتاج تسويق، فهذا الحين اكثر شيء نعاني منه وواجهنا يعني صعوبه فيه. واجتزتوا هذه المرحله ولا لا؟ وجدتوا طرق عشان تسوقوا لمشروعكم؟ إيه؟ هو تقريبا يعني يبيلنا الى الحين يعني يبيلنا تسويق يعني. والحمد لله يعني في الحين يعني في كثير ناس دعمونا وما قصروا يعني معنا، بس حتى الى الحين نحتاج تسويق. انتوا توقفوا بنفسكم في التراك حقكم؟ إيه؟ انا وياه يعني نشتغل فيه، وانا اللي نديره، فالحمد لله يعني. هذا بعد الحين مع ازمه كورونا، فصعب الحين بنحط موظفين او شيء زي كذا يعني، تكون في احد يمسك يعني غيرنا. ففي بدايه الشغل اذا انا كنت لازم انا اللي امسك، انا وياه يعني نمسكه علشان نعرف يعني الدخل، نعرف كثرة الطلب على إيش،
والحمد لله يعني بالعكس يعني تكونين انت اللي ماسكه شغلك افضل يعني. طيب يعني وقوفكم في الفود تراك كم ساعة تقريبا في اليوم؟ يعني تقريبا تكون سبع ثمانية ساعات. وهذه تعتبر يعني كثيرة كثير ما هي سهلة خصوصا في فصل الصيف يعني لا يخفينا انه فصل الصيف في العصر مثلا بيكون الجو مرة حر، فهذه تعتبر مهمة صعبة لكم. اختيار المكان عشان تحطوا الفود تراك، وجدت صعوبة في اختيار مكان، على أي أساس اخترتوا المكان اللي تبغوا توقفوا فيه؟ اخترنا أقرب لنا يعني أكيد، هذا أول شيء من يعني سكنكم يعني من السكن أقرب. نعم. لنا. ثاني شيء لقينا زبايننا فيه كثير يعني الحمد لله يعني، وأن عرفنا فيه كثير، فإلى الحين يعني ثابتين في هذا المكان ما غيرناه. وتلقنا يعني كم مرة، فهو ترى مقارنة بالمحل فود ترك عندي يعني الحمد لله ما لقينا صعوبة في التنقلات، يعني كان التنقل لنا سهل. فنقلنا للمكان اللي في بالشرق يعني، والحمد لله يعني مناسب لنا مره يعني كويس، زباين يعني الحمد لله عرفونا فيه وصاروا يرجعوا لنا بشكل دائم يعني. هذا النوع من المشاريع يعني، خلينا اسالك اكثر كذا كبزنس يعني، ونتكلم في الارقام يعني. انت متخرجه درستي حاجه؟ متخرجه بكالوريوس. بكالوريوس ايه؟ خدمه اجتماعيه. خدمه اجتماعيه. عشان تفكر انك تنتقلي انك انا ابغى افتح مشروع، كنت تبغي وظيفة بتستني الوظيفة، ولا اتجهتي انه لا انا بدي ابدأ مشروع واتوسع في هذا المشروع واتجه الى التجارة اكثر؟ لا كنا في البداية ان اول ما تخرجنا ترى بدينا بالمشروع على طول، خططنا له، قعدنا تقريبا شهرين الى ثلاثة واحنا نخطط المشروع وندرسه بشكل صح. وبدينا ليش؟ لان المشروع لك خاص، انت تتعبين وتحطين جهدك فيه، ويكون لك يعني الحرية ان انت تختارين الوقت اللي يناسبك يعني في الدوام يعني اكيد. بس هل هذا يعني المشروع خلاص يعني صرفت نظر عن الوظيفة في مجال تخصصك اللي انت درسته؟ لا 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 اكيد انا ما درست الا الحمد لله يعني ابي اتوظف في التخصص اللي انا درسته وتعبت فيه، بس الى الحين يعني ما في مانع يعني اكيد اذا انا ماسكه التراك يعني اني اتوظف بعد. تتوظفي كمان؟ فالواحد يسعى يعني لهالشيء بالفعل يعني، تعتبر خطوه جريئه وان شاء الله تكون ناجحه، خصوصا انكم اخترتوا مجال خلينا نقول الايس كريم، والساحه فيها تنافس كبير يعني. في فود تراكس ثانيه بتقدم مثلا اشياء متنوعه اكثر، ولكن انتم ركزتوا على هذا الموضوع. هل هذا بيعتبر بالفعل مشروع ناجح تقدري تعتمدي عليه؟ هل هو مشروع بتقدري تكسبي منه بحيث انه تقدري تتوسعي في المستقبل؟ اي اكيد، احنا ان شاء الله خططنا المستقبليه احنا نتوسع بالبدايه في اماكن في الرياض يعني. اي فالحمد لله يعني، واللي بعد اللي مخلينا الحمد لله ان تميزنا فيه احنا ترى فكره العربه الفود تراك انها تكون ايس كريم متخصصه في هالنوع ترى ما في يعني، ان الشكل المعتاد اللي متعودين عليه سياره الايس كريم صحيح، بس عربه فود تراك ايس كريم ترى ما في يعني. واللون والشكل يعني خصوصا اللون اللي مختارين اللون الوردي تراه ملفت يعني، واكثر اللي مروا من عندنا دائما ينجذبون للشكل يعني واللون حتى يعني. ما شاء الله انه مشروع من الواضح انكم مفكرين فيه بجميع زوايا، وان شاء الله تتوسعوا فيه اكثر. ولكن يمكن انت بتقولي بداتوا لكم 4 شهور ويمكن يعني الوضع الان اختلف شويه، رجعنا قفلنا مره ثانيه وصار في صعوبه يعني انه الواحد يخرج. هذه خلال ال4 شهور حسيتي انه الوقت مناسب؟ كيف راح يعني تتجاوزي موضوع كورونا؟ اذا كان في اغلاق حيأثر على الدخل، حيأثر على البيع، كيف بتتعاملوا مع ازمه كورونا تحديدا؟ هو اكيد ما دام ترى اذا صار الاغلاق وهذا بيأثر علينا اكيد في نسبه المبيعات، بس ما دام الحمد لله نطبق الاجراءات الاحترازيه ومنتبهين الحمد لله لشغلنا، حتى الحين احنا صرنا فاتحين السناب شات بحيث ان اللي احد اللي قريب من عندنا يطلب من عندنا وهو في السناب شات يعني يطلب من عندنا واحنا نجهزه له، يجي بس يعني ما يضطر انه يوقف او تصير زحمه او شيء، ياخذ الطلب وخلاص يروح. فهذه بعد انها فكره بعد كويسه يعني الحمد لله اللي مسوينها. يعني بالفعل فكره كويسه، وزي ما ذكرت يمكن اكثر شيء انا لفت نظري في الموضوع انكم بعد التخرج في كثير ناس او بنات خلينا نقول ينتظروا الوظيفه، يبدا في مهمه البحث عن الوظيفه والعمل ويبدا يدور فين يلاقي نفسه يعني. واللي عجبني فيكم انكم ما ضيعتوا وقت يعني، الوظيفه انتم بتبحثوا عن الوظيفه وان شاء الله راح تتوظفوا في تخصصكم، ولكن برضو الوقت
الوقت هو مال يعني، فبرضو لا تضيعوا وقت، فهذه التجارة تعتبر إن شاء الله مربحة. يمكن الآن الجو خلينا نقول بارد، خلاص إحنا بنودع الشتاء يعني، إحنا في الأيام الأسابيع القليلة خلينا نقول فيها شتاء وتبدأ مرحلة الصيف. تقبل المجتمع عليكم يا شوق، أنت وشريكتك في هذا المشروع، هل شفتوا انه في صعوبه وقوفكم على التراك لما يجوا يطلبوا منكم، سواء عوائل سواء شباب، كيف تقبل المجتمع ونظرته لكم؟ هل في كلام او هل اصبحت النظره عاديه وهذا شيء عادي وطبيعي وموجود في المجتمع؟ لا بالعكس، النظره والله الحمد لله يعني كثير، حتى يجون عندنا يدعمونا يقولون لنا كلام يعني نتفائل الحمد لله فيه كثير والله. كثير يعني خصوصا العائلات اذا شافونا بالعكس يقولون لنا نفتخر انكم بنات سعوديات ومشتغلين بشغلكم وانتم اللي ماسكين، يعني ما سلمناه لاحد ثاني، فنلقى دعم منهم بالعكس. حلو. ونظرتهم لنا يعني الحمد لله يعني كويسه الحمد لله. مع زمن التمكين واكيد نظره المجتمع مو زي زمان يعني، خصوصا المراه الان تشتغل في كل المجالات وكل التخصصات، واصبحت شيء طبيعي جدا اننا نشوفها في اي مكان بتشتغل بتبيع بتسوي اي حاجه او اي مشروع، وهذا شيء جميل. لكن ابغى اسالك عن سوق التنافس بين الفود تراكس، يعني هذا العالم اللي ما شاء الله دخلوا الشباب بقوة، بنات شباب متنوع جدا، التنافس كيف تشوفيه؟ هو التنافس موجود يعني، خصوصا الحين في فترة الشتاء الفود تراكتر كثرت يعني أكثر من الصيف تكون جدا، ففي التنافس موجود، بس إن الفكرة أنك أنت إذا تميزتي بشيء بالضبط وتعبتي عليه وحطيتي جهدك فيه ترى بتطلعين إن شاء الله أكيد بإذن الله. فاحنا الحين هذا اللي قاعدين نسوينا، المنتجات اللي عندنا شفنا وش اكثر العملاء يعني اللي عندنا يطلبونه، وكان هدفنا ان يعني هن هدفنا ان الزبون اللي يجي عندنا يرجع لنا مره ثانيه، فشفنا وش الطلبات اللي هم يركزون عليها كثير ويطلبونها بشكل مستمر، ركزنا عليها وحاولنا نطور منها. ممتاز. يعني قعدنا فتره شهرين او ثلاثه واحنا نشتغل على الاشياء اللي عندنا، بعدين نزلناها يعني عندنا والحمد لله فيه رضا يعني. هذا أهم شيء، رضا العميل، وأنتم ماشيين على رضا العميل وعلى ذوق العميل، وهذا ذكاء منكم أكيد يا شوق. شوق، إيش طموحاتكم المستقبلية في هذا المجال تحديدا؟ طموحاتنا والله إن شاء الله أن إحنا نتوسع بالترايك، تكون لنا كذا كذا عربة إن شاء الله بالرياض، هذا مبدئيا. فتحنا استقبال طلبات المناسبات، مشاركين من فترة مع ابن تابع لشركة STC وشاركنا مع نادي الفروسية، والحمد لله البداية يعني موفقة ما شاء الله، عشان نطمح بالأفضل أكيد. الأفضل أكيد، والتميز لكم شوق، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم، مع أنه كان نفسي أدوق الأيس كريم يعني، بس حروح لكم مخصوص على الترك إن شاء الله. حياك الله، نتشرف فيك أكيد. شكرا لك. مشاهدينا إلى هنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، نشوفكم بكرة في نفس الموعد، إلى اللقاء.